سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الورد وصباح الفل على احلى متابعين صارع بيه، اختي وحبيبتي، ربنا يا رب يسعدها ويوفقها. النهارده ان شاء الله انا وهي عاملين تحدي كبه الرز العراقيه، ان شاء الله تشوفوها على قناتي وهنشوفها على قناه ساره. عايزاكم بقى كده تدعموها وتشجعوها، وهي قناه جميله جدا جدا، عايزاكم بقى كده تقفوا جنبها كل متابعينها. وعايزاكم بقى كده تقولوا انا سمسمه العمده المصريه ولا ساره عبيد العراقيه اللي هتقدم كبه حلب بطريقه كويسه. والله انا اول مره اعملها، فانتوا هتحكموا بقى ان شاء الله.